هلا هلا، وين رايحه يا كداير الزين؟ مين معي؟ جحيد، يعني جحتيني الحين؟ اصبغ شعري بنفسجي؟ تطلعين مثل مودي الروز؟ ابدا. طيب شوفي، انا سنابي اف دبليو بي. دفتك دفتك سناب. لا، عندي سناب ثاني حق ابو محمد. طيب سناب ابو محمد اف دبليو اف دبليو بي من بيبل بي. اوكي، السناب اللي ضفتيه وشو اجل انت اللي حاطه هنا باليوناو؟ او تي في نقطة 69. طيب ما علينا، ايش الحكم؟ تصبغين شعرك مود الروز ولا لا؟ هو قال حكم ثاني. رقصي زومبا. شلون؟ وريني وارقص. اوكي اوريك شلون ترقصي زومبا. بس ارقصها على سناب، اللي بيشوف الرقصة يطلع سناب. حركات تسويق السناب ما نبيها. لا نو 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 هنا هناك يصير تصير في السناب، لان في السناب بيصير فيه تصير سراويل، ما ينفع كذا. وش اللي في السناب؟ وش السناب يا ابوي؟ لا 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 لا، نبي هنا الحكم، الحكم هنا في اليونان. وش اللي السناب؟ حرام عليكم. طيب دقيقه خلنا اوريك الزومبا. دقيقه انت، سؤال ليش تحبين الهلال؟ سؤال يعني، خلينا صريحين وشفافين. انا اصلا فريق الاول، يعني الاول اللي اشجعه بالمغرب هو فريق نادي الكوكب المراكشي. كوكب المراكشي. انا اشجع إيه؟ انا تدري ايش اشجع؟ شنو اشجع؟ فريق كازابلانكا الكسكسي. يو 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 الكسكس حق مراكش والطنجيه. اوكي. طيب خلينا نشغلك زومبا دقيقه. الرقص زومبا عشان اوريك. دقيقة، أيوه هذا رقص الزومبا. شوف هذا رقص الزومبا. ما يشوف شيء. ممسوط. ايوه ما اشوف شيء. اعلق ليش تشوف شيء؟ سوي ثاني سوي ثاني الحين بشوف. حط الكام قدام. طيب دقيقه، يا قدام كذابه انا، حرام عليكم. معلق، ها بندر يقول معلق. سوي ثاني قدام. ارقص انت الزومبا. انا ما ارقص، انا احنا الرجال عيب نرقص. اوكي ها الرجال احنا عيب نرقص. اوكي الحين تشوفين ولا ما تشوفين؟ اشوف هذه زومبا. طيب انا اذا رقصت زومبا الكل يعتزل. شلون الكل يعتزل؟ ما اعرف ارقص. طيب وش تعرفين؟ طيب ايش انت؟ طيب دقيقه، كل انسان في حياته عنده موهبه، انت ايش موهبتك؟ انا عندي موهبه اني اقدر اسبح على ظهري. دقين عود انت؟ ايه دقين عود. اه واضح عليك انك تدقين عود. طيب يلا نبي نسمع وانت تدقون عود. اوكي يعني نسوي بث بس ارجع للبيت وادق عود. دقين عود مضبوط. كم تجلسين في دق العود؟ كم اجلس؟ ايه في دق العود الواحد. ما اجلس كثير لان طول اليوم طالعه ودوام وهيك، ما اجلس كثير. وين تشتغلين انت؟ انا محاسبه. محاسبه وين؟ محاسبة كونتابل. اوكي وين في اقصد محاسبة يعني؟ وين؟ ايه بفندق. حلو حلو ما شاء الله على طول. طيب خليني اقول لك. حلو كويس. انت الحين مداومة ولا بتطلعين من الدوام؟ متى بتروحين تدقين عود؟ الليل بالليل. طيب نبيك تصبغين شعرك، يعني لازم تفدين حكم الحين. طيب اوكي يا رايس. اوكي يا رايس.
خلاص لازم في حكم لازم تبدينا. ساعدني حرام عليكم. ابو حمد قول لي ابو حمد تكفى ساعدني يمكن يساعدك لانه هو خطيب. تكفى يعني. تكفى تكفى ابو محمد ساعدني ساعدني ما هنت عليك. محمد وين ابو حمد؟ شوفي ازد جولدن سوي له اعجاب شوفي ليفل 98 شوفي في الكومنت ليفل 98. طيب انت اصغر عندك خوات شيء منا منا؟ اصغر منك ولا اكبر منك؟ اصغر. كم عمرهم يعني؟ واحدة 19. اوه حلو. طيب وينك ابو حمد؟ تعال اخرج عليك الامان. فديت اللي يقول انا بحكم. شوفي 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 ليفل 98 شوفي شوفي اضغط على نكت سوي الاعجاب عشان اذا بث تطلعي معك. شوفي ليفل 98 ازد جولدن ازد دي جولدن شوفي ليفل 98 ما تشوفين انك حق ابو حمد نزل قلب نزل اي شيء خلي تشوفه. اي 98 ايزد جولدن. ايوه سوي الاعجاب اضغط على نكه ضغطه وسوي الاعجاب. سويت سويتي له غش تجاري نص وجه والله عاد شو اسوي يا اخي محمد حظك. ارحب يا احمد البرتو ارحب في ذمتي وارحب يا احمد ارحب يا الحب الكبير احمد البرتو وكم احمد البرتو كداير الزين منور حبيبي. طيب دقيقه خليني اقول لك غير دق العود ايش تعرفين عندك مواهب عشان نبي شيء الحين لازم تنفذينا وانت في المطعم. يعني شلون يعني؟ غير دق العود. غير دق العود وش تعرفين؟ غير دق العود وشو؟ انا بشوف دقيقة انا بشوف اللي عندي. هي دخلت عندي 300 مدري 200 وشوي الحين ما شاء الله 350 يعني لو اكمل 10 دقائق وصلتي 1000 واكمل ساعتين شطفتيني خلاص تعديني اصلا تصيرين اعلى فلات في اليونان. طيب دقيقة يلا اعطينا اي حكم الحين نبي نعطيك اي حكم. طيب دقيقة بختار واحد في الكومنت يعطيك حكم. ابو حمد غير حكم. ابو حمد ابي يغير الحكم عاد انت تبين تترجين ابو حمد وهو خطيبك تقولي له يغير الحكم. بترجاك عندك محمد قولي قولي لي محمد لا بكلام حلو كلام حلو حتى لو غير الحكم قولي لي ابي ترجاك يا ابو حمد بليز حبيبي غير لي الحكم. ترجاك حبيبي بليز غير الحكم. اعطيها شطه وزيت وملح. وش الوضع ابو حمد؟ ابو حمد بيشيل الحكم عنها الحين. اه عطي منصور لو تكمل ساعتين طيب خليني اعلمك انت في مطعم صح؟ اه جيبي كاسه انا بعلمك الحين ايش تسوي. جيبي كاسه خلاص بما انك في مطعم بخربه جيبي كاسه. اها جيبي كاسه وحطي فيها شطه. اها وحطي فيها ملح. اها وحطي فيها زيت زيتون. اها وفلفل اسود واشربيها يلا سهل. نعم يلا 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 لا حرام شيء لا الله شلون اقولها لهم؟ قولي لهم ابغى ابي كاس. اها وحطي فيه شطه وحطي فيه ملح وفلفل وزيت زيتون بس. ملح وفلفل وزيت زيتون. اي وشطه. تعرف انا اعدى شيء عندي في العالم هو الشطه. احلى شيء يعني هذا حكم اكثر اكثر من صبغ الشعر. صدق اها طيب اشربي خلاص. اشرب زيت زيتون وملح و لا شطه لازم. اذا ريناد القاصر اشربت شطه. انت وش حضرتك ما تشربين؟ ريناد اشربت. ريناد يمكن تحب الشطه. طيب اشربي شطه جربي. انت متى اخر مره شربتي شطه؟ طيب شوفي بعطيك حل. ها عندك سكين صح؟ مو جنبي بس اخذته سنة. اوكي اذا اخذت السكين اطعني نفسك وخلاص هذا الحكم. اطعن نفسك. او ماي جاد ارقص لكم زومبا احسن. اوكي هذا اللي نبيه احنا من اول نقول ارقصي زومبا ارقصي زومبا بس انت ما تبي. ما اعرف يعني ما تضحكون علي بس برجولي. اوكي خلاص شوفي انا انت في الصباح صاحيه ولا لا ولا نايمه؟ صاحيه على طول.
حلو، انا ابغاك الصباح بتوقيت السعوديه الساعه 6 الصباح، الساعه 5 الصباح يعني 8 عندنا احنا تقريبا، 8 7 عندكم، تدخلين عند ايست جولدن ابو حمد وتنفذين الزومبا عنده، يعني تدخلين معاه قست وتقولين للحكم حقي الزومبا ابى انفذه عندك مو عند منصور. اوكي ايه موافقه. ها كذا اوكي، ارقص شعبي مغربي زومبا مو مشكل، بس الساعه 7 الصباح 6 الصباح نبيك تدخلين عند ابو حمد. اه تدخلين عنده قست وترقصين عنده الزومبا كذا امورنا اوكي. موافقه اوكي كذا اوكي خلاص، انت سويتي تليفون واذا بث ابو حمد يبين اشعار. طيب الحين ابغى شيء طلب بسيط، اهداء بسيط منك الى ابو حمد، اغنيه هو هلالي ترى على فكره يعني. انا غنيت الهلال، غني اغنيه لا عادي، غني اغنيه ثانيه لابو حمد بما انه خطيبك وكذا يعني. خطيبي في دول قلب. ايوه 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 خطيبي كيف؟ في دوا في دوا انا تدلع، ترى هو على فكره يموت في شيء اسمه دلع يعني، لو تغزلين فيه شوي ممكن ممكن تطلعين معاه قست هو يرقص زومبا. شنو اغني؟ مغربي اي شيء غني. شوف شو يقول لك ابو حمد، يقول يا عمري انت تعال يا بعد اليونا كلهم. الله جيتك انا ابو حمد. يا الله يا ولد عيد شكلك، عيد عيد شكلك عيد. طيب اوكي اوكي نبي اغنيه ابو حمد، يلا يلا بغني لابو حمد. طيب عرفت عرفتي سناب ابو حمد ايش؟ اف لا اف اف دب دبليو بي سهل ثلاث حروف اف دبليو بي راح اوكي. ايش سناب ابو حمد؟ اف دبليو بي ايوه اوكي غني يلا. قد الحروف اللي في السام العاشين بحبك، قد الثواني والدايق والسنين بحبك، قد ما قلبي اشتكى من نار حبك، قد ما اهلي اللي حكى عن طول بعدك. طيب دقيقة، هذه الأغنية الحين إهداء لمين؟ أحب شيخ ناصر منورين. إهداء لمين؟ أبو محمد. أبو حمد أبو حمد إهداء لمين؟ أبو حمد أبو حمد. يعني كل كلمة أنت تقولينها هداء إلى أبو حمد. أيوه الله، انا اسمي هذا الحب من اول سمع من اول سمع من اول بث. طيب انت يوم شفتي ايش رايك في ترى على فكره جميع. طيب سؤال ابسلك سؤال، انت ايش مواصفات رجل احلامك؟ عادي كل بنت لازم ترسم فارس احلامها، ارسمي لي فارس احلامك يلا ارسمي يعني اللي انت في بالك. فارس احلامي ابي يكون اسد اوكي، ورجال بحق اوكي اوكي، ما يكون إذا أوكي. يبي يكون يقول لي عادي أوكي عادي يقول لك أوكي حلو كملي عادي يقول لي عاد أوكي وأبي يحبني أكثر ما أوكي. أحبه أوكي ويكون الصدق بيننا. أنا أحكي جدا أحكي جدا، يكون صراحة أوكي والله يعني حتى أوكي. لو صراحة تجرح مو مشكل أوكي عادي حلو تكملي. إذا اليوم اللي هو ما حبني وخلاص بيقول لي وعادي أنسحب، هذه المواصفات اللي أبي يكون صريح يعني. طيب ممكن أقول لك شغلة؟ ها قسم يعني وانت قاعده تتكلمين سبحان الله كني اشوف قاعده توصفين ابو حمد. ترى صدق ايه صح كانك جالسه توصفين ابو حمد بس ما يعني انت قلتي مواصفات ابو حمد بس ما قلتي اسمه. ايه انا يعني اوصفه هو. تقصدين مين انت؟ ابو حمد. بديت ابو حمد والله ليت ابو حمد. الله يحفظك ابو حمد. ايش عليك؟ واحد يقول أنا شوفي 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 الحين نكك انت ايه شوف شوفي انا اعطيك اياها شوفي انت النك حقك اسمك لميا صح؟ لميا. بما انك انت الحين خلاص زوجة ابو حمد تدرين ايش تسوين؟ ادخلي على اعدادات الجوال بعدين حطي لميا بعدين حطي شرطه تحت اندرسكور بعدين حطي اي زد
دي نفس اللي بالكومنت يعني أوكي. انك ايه خلاص عرفتي تحطي لازم اي زد دي يعني تحطي لم شرطة تحت اي زد دي أوكي؟, اوكي يعني شوفي غادة مثلا هنا اي زد دي ابو حمد اي زد دي كل الشعب من لا غانا بغير لا بتغارين هم عشان تقرين هم يغارون منك لازم تحطين اي زد دي اوكي الحبيب هلا والله ايمه ايمه عرفتي شلون تحطين لميه شرطه تحت اي زد دي خلاص تم يعني اليوم الصباح اذا جيتي تدخلين عند ابو حمد لازم يكون نكك لميه اي زد دي بكره بطلع في تيشرت الهلال كذا انت تذبحين هنا هنا هو متعصب هلالي كذا انت جبتيها على الاخر يعني تخيلي انت تطلعين والله بكره بطلع في تيشرت الهلال يعني بتطلعين عند ابو حمد قست بتيشرت الهلال اه انت خلاص انهيتي الموضوع كله يعني تخيلي نكك انت اي زد دي ولو طالعه تيشرت الهلال خلاص 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 الموضوع منتهي خلاص 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 بكره ابو حمد يرقص زومبا يا عيال نرقص انا وياه زومبا عادي لو تبي ترقص بس ما لي دخل طلعي معاه انت ونفذي الحكم عندنا ما لي دخل انا اهم شيء اني وصلت المعلومه ان الحكم يتنفذ في بث ابو حمد لانك انت في المطعم الحين تم طيب دقيقة كم مهرك أنت عشان بدفع المهر عشان أبو حمد يعني خلاص أنا بتكفل تكاليف الزواج كلها أنا ما يهمني فلوس الحمد لله الخير واجد ها الخير واجد الحمد لله إيش يهمك راضين بالقليل وبالكثير يهمني أبو حمد سعيدة أكيد صدقيني سعيدة. أنت مع أبو حمد راح تكونين أسعد إنسان في الدنيا كلها إن شاء الله يا رب صدقيني وأنا ملك ما بصدقيني طيب عمرك زرت السعودية؟ لا والله طيب ايش رأيك في الشعب السعودي؟ ها؟ الشعب السعودي أطيب شعب في الخليج ليش؟ وعاش سلمان اها عاش سلمان غنيها مرة ثانية عاش سلمان غنت الدنيا وغنت البلد غنت الأمجد لك يا أبو فهد عشو 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 عاش سلمان أجل رشرش رشرش عاش سلمان أجل ترى كلها يور هندي هندي روبية هندية ترى روبية زندقي هذه يورو شوف ها مهبتي يورو يورو هذه يورو مهبوبي مهبتي طيب غني عاش سلمان نعم جلوس راحت فيها عاش سلمان ملكنا عاش سلمان طيب سؤال انت يعني ما تحبين السعوديين عشان فلوسهم لا في ذمتك مرزوقه والحمد لله انا علويه ما اعرف ايش معنى علويه والله علويه يعني الملك حقنا هو علوي اه اوكي يعني كل العوائل العلويين في المغرب مرزوقين الحمد لله آه. يعني تشرهون انتم ما شاء الله عليكم مرزوقين والحمد لله الحمد لله عندك سلف ايه ابي سلف كم تبي ابشر 2000 يورو 2000 يورو ابشر اعطيك رقم حسابي يلا مو هنا بسناب لا طيب خليني اقول لك ما ابغى لا 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 ويلكم يا مسكيتي لا ابغى ايفون 7 ايفون 7 ايفون 7 اوكي اي بما ان انت مرزوقه ارزقينا ارزقينا يو 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 ها خلاص ايفون 7 ايفون 7 اوكي ايفون 7 اسود مطفي و128 جيجا بس ماكو 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 ايفون 7 بالمغرب للحين يعني انا لسه طالبه عليه من امريكا طيب ليش ما طلبت اثنين واحد لي واحد لك خساره يعني ما حد بس ابشر يعني. ابشر من عيوني متاكده ترى شوفي يقول لك دائما كلام النهار يمحيه الليل ما ادري كلام الليل يمحيه النهار خاف انك نفسه طيب 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 من وين كيف ارسله السعوديه فيدكس على الرياض على الخبر اللي ودك عادي اعطيك عنوان كامل من المطار لا فيدكس 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 ما اعرف صراحه بس اشوف فيدكس دي اتش ال هذولا خلاص أوكي. محلات عندكم توصيل بس خلاص كلها 100 ريال سعودي يوصل لك طال عمرك من المغرب يوصل لك للسعوديه ايفون 7 اوكي ووعد مني ما ابث الا في ايفون 7 حقك اي وش تبين بعد
اللي احكي عني منين تبث يا منصور؟ اقول لهم انا جالس ابث من جوا اللميه. ايه خلاص. ايش تبي بعد؟ ما في شيء. سلامتك. الله يسلمك. طيب شكرا على المشاركه لميه. ثانك يو فيري ماتش فور جيستينج. ثانك يو فيري ماتش فور بلاينج وذ مي. ان شاء الله اي ويل تيك يو ان شاء الله انذر جيست انذر تايم ان شاء الله باذن الله. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. ولا تنسي ابو حمد. ها ناسا الحين انا حافظه اف دبليو بي. عيدي سناب وشو؟ اف دبليو بي. طيب عيدي سنابي انا ماي سناب او تي بي نقطه 69. انا ضفتك استنى تضيفني انت. اوكي لا لا قولي سنابي عشان يسمعون الموجودين. سنابي انا ايش؟ او تي بي نقطه 69. او تي بي نقطه 69. اجين او تي بي نقطه 69. الله عليك. اوكي ثانك يو فيري ماتش. او تي بي نقطه 69. باي باي باي. عاش ملك ناز. ويلكم يا كيتي.